صرافي مبذور، على طريق صرافي مبذور نفذني. يلا يا مضاد، يا مضاد وطي. يلا يا مضاد، يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الجزيرة مباشر، في هذه التغطية المستمرة وتنطل بها عليكم من مدينة سواقب لتغطية الأحداث المتسارعة والهجمة الشرسة على المدينة. طبعا هجمة شرسة بكافة أنواع الطيران الحربي الروسي والسوري والمروحي على المدينة. ما زالت الهجمة مستمرة حتى اليوم، حتى اليوم وأيضا اليوم تم قصف المدينة بالمدفعية الثقيلة من شرق مدينة سواقب من مطار أبو ظهور العسكري. طبعا اليوم معنا الإعلامي عمر حش قدور ليحدثنا اكثر عن هذه الهجمه وما سر هذه الهجمه على مدينه سواقب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ عمر، حدثنا بشكل موسع عن ما سر هذه الهجمه على مدينه سواقب، كونك كان نشط اعلامي تغطي الاحداث الان في هذه المدينه وما زال الطيران الان يحلق ويقصف ارجاء المدينه. طبعا تجولنا في المدينه، هناك حركه نزوح، هناك مدينه خاليه. طبعا تعد مدينه سواقب مدينه استراتيجي وصل في الريف الشرقي والريف الجنوبي والشمالي. بدأت الحملة على مدينة سواقب منذ ما يقارب الأسبوع تقريبا. استهدفت قوات النظام وحلفاء الروس والإيرانيين بكافة أنواع الأسلحة من طيران حربي ومروحي وحتى رجمات صواريخ ومدفعية. طبعا الهجمة كانت هي تعتبر الأعنف على مدينة سواقب. مدينة سواقب تعرضت لعدة هجمات من قبل في السابق، وهي الهجمة إحدى الهجمات الشرسة اللي مرت على المدينة. طبعا ارتكب الطيران عدة مجازر في المدينة، إحدى المجازر استهدفت سوق للخضروات، سوق البطاطا، راح ضحيتها أكثر من 11 شهيد. أيضا استهدفت المدينة بغارات أخرى أدت لمجزرة أخرى كبال. مجموع شهداء تقريبا أكثر من 20 شهيد حتى الآن منذ بدء الحملة وحتى الآن، وعشرات الجرحى، بالإضافة أنه صار في دمار كبير للممتلكات المدنيين، بالإضافة أنه المنشآت الخدمية غالبة كلها تطلعت عن الخدمة، مثل مثلا المشفى الوحيد في المدينة طلع عن الخدمة جراء استهدافه بصاروخ ارتجاجي أدى لدمار قسم منه وخروجه عن الخدمة. استهدف المنشآت الخدمية الثانية كمثلا المجلس المحلي، إضافة أنه التعليم توقف من ناحية التعليم بسبب استهداف مدرستين، بالإضافة أنه الأسواق خالية من السكان بسبب من الباعة والمشترين، بسبب أنه غالب الأهالي نزحوا من المدينة وحركة النزوح ما زالت مستمرة. طبعا لحد الآن أكثر من 90% من أهالي المدينة نزحوا جراء القصف المستمر والشديد على المدينة. طيران الحرب الرشاش عم بيستهدف الطرقات، حتى حركة النزوح أثناء النزوح بتكون صعبة على الناس كثير بسبب استهداف الطرقات وبسبب استهداف حتى الأشخاص، يعني اللي عم يمشوا ضمن المدينة عم يتم استهدافهم من قبل الحرب الرشاش. الأوضاع الإنسانية جدا جدا صعبة هون في المدينة وما حولها حتى في الريف الشرقي للمدينة. الحملة العسكرية ما زالت مستمرة على المدينة وعلى الريف الشرقي لها. طبعا مثل ما بنعرف انه الهجمة لقوات النظام على منطقة أبو الظهور وغيرها كان لها تبعات على المناطق المدنية. القوات النظام بشكل عام دائما تستهدف المدن، ما بتستهدف الجبهات، ما بتلجأ للمواجهة المباشرة مع الفصائل المقاتلة. هاي استراتيجية بشكل عام باستهداف المدنيين. أخ عمر، رؤيتك لما يحدث الآن في مدينة سواقب وريفها من هجمة شرسة وهي الآن تقع في منطقة خفض التصعيد والتوتر، هل الدول الضامنة حركت شيء؟ هل اتخذت أي قرار بشأن وقف القصف هذا الذي تعرضت له هذه المدينة والأرياف المجاورة لها؟ هلا بالنسبه لاتفاقيه خفض التصعيد والتوتر في المنطقه، جميع المناطق اللي تم استهدافها واللي تم احتلالها من قبل قوات النظام هي كلها تضمن مناطق خفض التصعيد، يعني كريف حماه الشرقي، ريف حماه الجنوبي الشرقي، ريف ادلب الشرقي وريف ادلب الجنوبي الشرقي، هاي مناطق كلها خفض توتر. لكن حتى الان الدول اللي كانت ماشيه بالاتفاقيه كتركيا وروسيا وايران هن دول متفقين ضمن هاي الاتفاقيه على خفض التصعيد والتوتر، ما في اي التزام نهائيا حتى الان، يعني بالعكس التصعيد ما زال مستمر وكل ماله لاعنف ولاشراس. يعني كل ما زال الان وقت قصف توسع؟ نعم،
حتى صار في استهداف لعدة مناطق، بس استهدف البارحة مدينة أريحة، راح ضحيتها أكثر من 15 شهيد في سوق السماك معروف في المدينة، في استهداف لعدة مدن أخرى، استهدف أطراف مدينة إدلب كبار أيضا. رقعة القصف والحملة الشرسة من قبل الطيران كل ما عم تتوسع على المنطقة. طيب أخ عمر، كيف بتشرح لنا وضع الناس، الوضع الإنساني للناس النازحين الآن، وين عم توجهوا؟ هلا نحن مثل ما بنعرف انيتنا نحن هون في منطقه ادلب، صارت منطقه وجهه لكافه الناس والاشخاص المعارضين لقوات النظام، يعني منطقه تهجر لها عشرات الالاف من الناس من ريف دمشق، من ريف حبص، من ريف حمام، مناطق اخرى. وحاليا هي طبعا اكبر موجه نزوح كانت بالاونه الاخيره من منتصف الشهر 12 وحتى الان بسبب الحمله الشرسه اللي شنتها قوات النظام على هاي المناطق. طبعا حمله النزوح كانت يعني او تقريبا تقدر اعداد النازحين من مناطق ريف حما وريف ادلب باكثر من 300 الف نسمه، جميعها توجهت للمناطق الحدوديه مع تركيا، كلها سكنت بخيام، خيام كلها مصنعه من بطانيات من اغطي، طبعا بسبب عجز المنظمات الانسانيه وحتى المحليه طبعا والمنظمات الانسانيه الدوليه كالامم المتحده وغيرها حتى الان لا بتتدخل في انقاذ هذه في هؤلاء الاهالي. شكرا لك اخ عمر. اهلا وسهلا. طبعا ما زالت الحربيات الان تحلق في اجواء مدينه سراقب وتقصف الاحياء السكنيه، تحدثنا الناشط الاعلامي عمر حج قدوب عن وضع المدينه بشكل عام، وضع مدينه صعب جدا، سيء للغايه، استهداف تام للمدينه بكافه انواع الاسلحه والذخائر والمدفعيه الثقيله.